واليوم رجعكم طبق حلو شرقي، الهريسة الشامية. مثل ما بتعرفوها الهريسة الشامية المكونة من السميد والمكسرات أو جوز الهند، يعني في ثلاث أربع طرق إلى لتقديمها. بنقدم لكم إياها اليوم الهريسة بالمكسرات. المكونات كثير بسيطة وكثير سهلة طبعا. المكونات كيلو ربع من السميد الخشن. لما بنقول سميد خشن، الهريسة حصرا بدأ سميد خشن، ما نقدر نستخدم سميد ناعم لأنه لازم تفتح الحبة. هلق بعض الأكلات الثانية لازم يكون سميد ناعم، بس بالهريسة حصرا لازم يكون سميد خشن. في كثير من أعزائنا مشاهدين بيتصلوا فينا وبيخبرونا إنه ما مشت معهم، ما نفشت الهريسة يعني، لأنه بيستخدموا هريس ناعم، هريسة ناعمة، لازم تكون السميد خشنة. والتزام بالحلويات أساسا، لازم الالتزام بالمقادير، يعني لازم تكون مقاديرها على طول دقيقة. كيلو 250 غرام من السميد الخشن، 900 غرام من السكر، السكر العادي طبعا، ما يكون ناعم يعني السكر عادي. نص كيلو من اللبن الزبادي، اللبن الرايب. نص لتر من الماء، ماء صافي. 25 غرام من ماء الزهر، ماء الزهر وليس ماء الورد، نحن جايبينكم العلبة عشان ماء الزهر حصرا طبعا، هي مشان التنكيه. 35 غرام من البيكنج بودر. الشيرة طبعا مثل ما بيقولوا الأخوانا بالعراق، شيرة هي القطر، يعني الهريسة بتستخدم لها القطر الخفيف، الشيرة الخفيفة، يعني عيارين سكر بعيار مي، يعني 2 كوب سكر مقابلهم كوب مي. ولما تغلي، اللي ما بيعرف كيف يعمل الشيرة، أول ما يغلي السكر والمي بنعصر له نص ليمونة وبنحط له شريحتين ليمون، لا يتكثر ليمون، عصرة بسيطة عشان يطلع بهالقوام وهالتماسك هذا. هي الشيرة، الهريسة بدها شيرة خفيفة وليست ثقيلة. البقلاوة والكنافة بدها الثقيلة، يعني عيارين مي لنص عيار، عيارين سكر لنص عيار مي، هذه بدها عيارين مي، عيارين سكر لعيار مي، هذه هي، هي طبعا بتنعمل بالأخير. المكسرات، الفستق الحلبي المبشور والجوز المبشور. وطبعا سمنة حيوانية، هي بتندهن فيها الصينية. السمنة الحيوانية ضرورية جدا من الحلويات الشرقية. في بعض من أعزائنا المشاهدين بيقول ليش ما بنستخدم فانيلا مع السمنة الحيوانية؟ أكبر غلط تستخدم الفانيلا مع السمنة، لأنه واحدة منهم تقتل طعمة الثانية. بدك تستخدم سمنة حيوانية لتستغني عن الفانيلا، بدك تستخدم الفانيلا ابعد عن السمنة الحيوانية، لأنه كل واحدة منهم تقتل نكهة الثانية. أنا أفضل السمنة الحيوانية، الحلويات الشرقية حصراً يفضل أن تستخدم السمنة الحيوانية. طريقتها كثير سهلة طبعاً، هي تطبيق مرة واحدة وتنحط بالفرن 40 إلى 45 دقيقة على درجة حرارة 250. المكونات الناشفة بالأول، شوفوا بنحط أول شيء السميد. السميد مثل ما قلنا كيلو ربع، كيلو 250، بنرجع نعيد العيارات. السكر 900 غرام. كل شيء عندنا مكون ناشف بنحطه. البيكنج بودر. بنقوم خلطهم بالأول، هذا كل شيء اسمه مكون ناشف بنخلط لوحده أول شيء. مثل ما شايفين يعني كله مكونات ناشفة، يعني السميد والسكر والبيكنج بودر. نحن نحرك بالأول شيء بالملعقة طبعا، أسهل التحريك، بعدين نستخدم المضرب اليدوي. طريقة سهلة، سهلة كثير جدا وما بدها لبكية. نحن بنحاول نختار على طول الطبخة أو الوجبة اللي ما بتغلب ست البيت. طريقة التطبيق وحط بالفرن، نحن صرنا سبحان الله بعصر السرعة والعصر العملي، يعني إنه الناس بيحاولوا يدوروا على شيء اكلي او شيء حلو، انه ما في داعي اضلني واقف فوقها واشتغل واضلني اضيع من وقتي ساعه فوق راسها. هذه اللهم تطبيق 5 دقائق وحط بالفرن 45 دقيقه وتكون جاهزه، ما بدا شيء. لبن الزبادي، شوف بنحس صارت تمسك، يعني شويه تمسك بعضها وتلبك الماء مثل ما قلنا نص لتر، لبن الزبادي نص كيلو والماء نص لتر، عيارهم مثل بعضهم يعني، نص لتر تقريبا نص كيلو يعني. ماء زهر. الأفضل يكون ماء زهر، ما يكون ماء ورد. في فرق سبحان الله بينهم بالنكهة. شوف كيف المكون صار شوي ماسك، هو بيغلب اول دقيقه بس بيغلب بالخلط، بعدين لحاله بصير عفوا بعدين بصير لحاله سهل جدا. شوف شوي شوي سبحان الله
هو بيصير مثل عجينة متماسكة، ما تكون سميكة كثير. انتوا بتلاحظوا بعد شوية يعني خلال 20 ثانية خلط، شوف سبحان الله صارت عجينة خفيفة مش متماسكة كثير، يعني هي بتحسوها مثل الدبس، مثل دبس التمر بتصير شمكتها أو لزيجتها بالضبط. طريقة كثير سهلة وغير معقدة، بس موضوع الحلويات نرجع بنعيد لأخواننا وأعزائنا المشاهدين، الحلويات الالتزام بالمقادير، الالتزام بالمقادير فقط. في ناس بتركوا الخمير العجينة هاي تتخمر 3 ساعات أو ساعتين، هلق نحن بنزيد على المكونات اللي أعطيتكم إياها أنا، بنزيد 5 غرام باكينج بودر وهي جاهزة جدا، يعني مباشرة مجرد ما نخلطها بنحطها بالصينية بنحطها على الفرن على درجة حرارة 250 لمدة 45 دقيقة وبتكون جاهزة، ما بدها تخمير ولا بدها تتركوها حرارة الغرفة ساعة زمن أو ساعتين نهائيا، مثل احنا ماشيين خطوة بخطوة بتشوفوها كيف تطلع بالأخير إن شاء الله. شوفوا كيف صارت ما شاء الله، عجينة رخوة شوي عشان تنمد معنا بالصينية. طبعا الهريسي معروف يعني من أشهر الحلويات الشرقية، كانوا الهريسة أو البقلاوة ولا الكنافي ولا الكولشكور زنود الست. إن شاء الله بالحلقات القادمة بنقدم مجموعات أكثر وأغنى بيسير الله. صينية التقديم تقريبا بتكون بالحجم هاي 40 سنتي بارتفاع 3 سنتي، نحن مش راح نحط 3 سنتي راح نحط تقريبا 2 سنتي، يعني هاي الكمية اللي أعطيناها صينية التقديم تقريبا بالحجم هذا. طبعا هي اكله بتكفي من 8 ل 10 اشخاص. لما نقول سمن حيواني الحلويات الشرقيه حصرا لازم سمن حيواني، فيك تعملوها بالسمن النباتي عادي ما فيش مشكله، بس السمن الحيواني بيعطيها نكهه كثير غنيه وممتازه جدا. هي السمن الحيواني بندهن فيها ارض الصينيه. طبعا هي لازم تكون سايحه اكثر من هيك، بس ما شاء الله درجه حراره الجو مناسبه جدا مشان هيك السمن ماسكه على درجه حراره الغرفه. يعني معلومة بسيطة، نحن نحط السمن بالأرض بأرض الصينية ما منشان إنه ما تلزق، هي منشان النكهة. يعني في ناس بيقولوا عشان ما تلزق الصينية، أبدا ما بتلزق لما تكون حاططها أنت بدرجة حرارة فرن مستوية ما بتلزق، شوفوا بالشكل هذا. بس اللهم بندهن أرض الصينية بالسمنة هي منشان التنكيه أكثر ما هي منشان تلزق ما تلزق، مع مراعاة الأجناب. حط الاجناب، خلي يعني كل الخلطه كل العجنه تمس تاخذ نكهه السمنه. طبعا هذا لما تحطه بالفرن كله بده يذوب يعني وبده يصير بنص العجينه. شوف كيف العجينة صارت، طريقة سكبها أصلا سهلة جدا جدا، شوف ما شاء الله يعني تقريبا معيار دبس الحلى يعني حتى ما بتغلبك بالتنزيل أو بالدهن. طريقة كثير سهلة والنكهة كثير ولا أروع، يعني معروفة الهريسة أكيد كل أخوان المشاهدين بيعرفوا هي الهريسة الشامية. شوف كيف صارت طريقتها ما شاء الله. نيجي للمكسرات، طبعا الشيرة بتنحط بالأخير، بس نحن قلنا المكون الأساسي بشكل عام الشيرة بتنحط بالأخير، ولازم الهريسة أول ما تطلع من الفرن وهي سخنة الشيرة لازم تكون سخنة تنحط عليها، إذا انحطت وحدة منهم على الثانية تكون باردة بتنشف، هي شيء أساسي جدا، لازم تكون الهريسة سخنة أول ما تطلع من الفرن والشيرة ساخنة، بنسكب على بعضهم بيكونوا سخنين. مكسرات، في ناس بيحبوا يحطوا الكاجو، في ناس بيحبوا يحطوا بعض الصنوبر، بس بشكل عام هي أنا بفضل الجوز والفستق الحلبي المبشور. جوز الهند ما بفضله، جوز الهند يفضل ينحط مع البسبوسة، جوز الهند مع الهريسة بنشفها.
هي في كمان يمكن اخواننا المشاهدين ما بيعرفوا المعلومه هي، جوز الهند بنشف الهريسه، البسبوسي وضعه مختلف، يمكن تقريبا نفس المكونات بس الوضع بيختلف نهائيا. جوز الهند بنحط للبسبوسه وليس للهريسه. مثل ما قلنا هذه الصينيه بتكفي من 8 ل 10 اشخاص ما شاء الله. طبعا اخواننا المشاهدين اذا بده يحطوا بده يعملوا لاربع اشخاص ينصفوا الكميه، اذا بده يعملوا ل 20 شخص يدوبلوا الكميه، يعني نحن اعطينا العيار عشان تعرفوا بالضبط كيف تشغلوها. مثل ما قلنا الحلويات الاساسي فيها سهل عملها، كل الانواع الحلويات طريقتها سهله، ولكن الالتزام بالعيارات. يعني في ناس بتلبكوا موضوع الحلويات، هي لا اسهل من الطبخ، بس الالتزام بالعيار. شوف ما شاء الله الشكل النهائي كيف يطلع، المكسرات مغطاية وجهها كامل بالمكسرات. هذه الآن بس جاهزة للتقديم بالفرن على درجة حرارة 250 مثل ما قلنا، 45 دقيقة، 40 إلى 45 حسب اعتدال الفرن، 40 إلى 45 دقيقة وبتكون جاهزة. والآن صارت جاهزة لوضع بالفرن إن شاء الله.